مرحيت بإطار الزارتين اليمنية انتقوا بإطار الفرع النبوي زمع السيدة بنين مهدى عبد ولتسكن في الوراقية قرب مطار الملك. من خلال الزيارة الميدانية اطلعنا على واقع الحال اللي تعيش بها هذه السيدة، والاطلاع أكثر على تفاصيل حالة صحن السيدة بنين عنها. السلام عليكم. عليكم السلام. بنين أنت كم يتي عندك؟ عدة حسن وعلي. ذولا؟ أي اثنين. زين، بيا سنة توفى زوجك؟ 2016. زين، راتب رعاية عندك؟ لا. ليش ما عندك؟ مسدودة الرعاية. يعني راجعتي؟ أي. قولش مسدودة؟ أي. زين، ستي وين قاعدة سنت؟ عند بيت أخوي. بيت أخوك. وشنو بس هاي غرفة لو؟ لا بس هاي الغرفة قاعدة. بس هاي الغرفة؟ أي. زين، أنت سنتي بها عند راتب ما عندك راتب بعد زين. شنو محتاجة؟ محتاجة والله ثلاجة. ثلاجة. بعد. هذا شاشتهم هي هسه يريد يشيلوها يعني حطوها بالصالة مالتهم. الزلاجة خارج قد عمره هذا؟ هذا 3 سنين ونص. هذا 3 سنين ونص. لا لا هذا 4 سنين ونص. هذا 3 سنين ونص؟ لا 3. 3؟ وهذا 4. ايه. الأخت بنين قاعدة ويا أخوها بيت 50 متر. طاها أخوها طاها غرفة واحدة هي وأيتامها. ناشد أهل الخير بمساعدة بكفالة لأيتامها كمساعدة ما تسمى مساعدة مالية مثل ما وضحت هي. بدي راتب رعاية ما عندك؟ لا. مؤسسات ما عندها؟ ها؟ ناشد أهل الخير شو تقول لهم أهل الخير عمود يشترون؟ بلكي تساعدوني. ثلاجة محتاجة والله تلفزيون. زين ستها بس هاي الغرفة ما عندها؟ اي والله بس هاي الغرفة حتى يعني بردات من اللي يغسلون شيء ما عندها. ان شاء الله اهل الخير يساعدوك. رحم الله والديك.